إيهاب موجودين موجودين إيهاب النهارده. أنت عارف إحنا بنعمل حلقة استثنائية، وأستاذ هاني قال عليك كلام من دولار يعني، وقال فيه كفاية، ومروة كمان يعني كانت مروة هتخش الجنة إن شاء الله. عايزين نعمل شو إيهاب يعني مفيش كلام يعرف يوفي حقك. ميرسي ميرسي يا أستاذ. حاسس إنك أنت شغال، إنك أنت ما صدقت لقيت العرض أو القصة أو الحكاية اللي أنت دايما بتحلم بيها. أنت درست موسيقى الحمد لله، غير فنانين كتير، وعارف تمسك أدوات الشخصية كويس إزاي، وعارف تشتغل عليها. لما جات لك الحدوتة حاسس إن هي أخرت بالنسبة للتلفزيون؟ أنت عارف التلفزيون؟ لا، هي بص كل حاجه بوقتها. المسرح يختلف كتير عن التلفزيون، المساحه العرض بتبقى يوميه، انت بتشتغل مع اوركسترا، عناصر كتيره جدا ما بتبقاش موجوده في التلفزيون. لكن الحمد لله ربنا كرمني، وربنا عملت عرض مهم جدا، وده في تاريخ حياتي حاجه مهمه جدا. اتمنى ان نكون قد النجاح ده كله. لا يا فندم، مش بالي حد يبيع نفسه عشان الفلوس والدولارات. لو كنت عملت كده كنت زماني اغنى واحد في البلد دي كلها. بس لا، انا حبيت المزيكا ومصر وبس. فانا لقيت على الابواب قالوا كفايه كفايه، ده مفيش حد. قرب بلدنا برنامج رياضي عمل حلقة استثنائية عشان لما يكون في عروض تستحق نقف وراها ونساندها، لازم يكون ده دور الإعلام، مش هو مسك فن ورياضة. اللي عمل المحترم بيفرد نفسه على أي حاجة. احنا بنقدم عمل رمز من رموز مصر. انت في وقت وفي مكان وفي زمان، انت محتاج تقدم كل الرموز وتلمع كل الرموز وتظهر كل الرموز الناس ما شفتهاش او الاجيال ما شفتهاش. بليغ حمدي باقي طبعا بالحاني، وباقي بكل المزازيك المهمه اللي عملها في تاريخ حياته، ولكن انت امام انسان وفنان حب بلده جدا، بيتعصر وطنيه، بيتعصر ارض مصر، بيحب مصر. الكلام ده في هذه الظروف، في هذه الاوقات احنا محتاجين اكتر، اعتقد اننا محتاجين. فانا لما بقدم النهارده بليغ حمدي مع كل الزملاء، انت بتعيد براءه تاريخيه فنيه لفنان عظيم جدا، نفس الوقت بتخلي كل الجمهور يبقى فاهم يعني ايه بليغ حمدي، وازاي اثر انسانيا وفنيا واجتماعيا، وبتفرج قدام شخصيه حيه قدامك. استاذ ايهاب، جرت العاده ان بطل العرض بيقعد يختار هو المخرج ابطال المصريين. لما انت جيت جرت العاده فين؟ في السينما او في وسط بعض مصر يعني. تمام مش ده صح يعني، بس تمام. ما هو مش الاصول بس ده بيحصل يعني، خلاص بقى من الزمن ده. لما انت جيت ولقيت في ناس شغاله بروفات، سالت مين معايا قبل ما تيجي، ولا مجرد اسم بليغ نفسه كان هو ده جالك اجز بالنسبه لك؟ بص، البطل هنا اسم بليغ حمدي، تمام؟ ما جيتش طبعا عملت اللي حضرتك بتقوله. ايه؟ ما جيتش بعمل ده عشان ان انا امام ناس وامام مجموعه من الفنانين الجامدين جدا، وعادل عبده ده حد فنان جامد جدا. هو الحقيقه صاحب الترشيح، اشتغل مع مجموعه من الاصوات المهمه جدا. اتمنى ان انا الحفله يوم الجمعه 8 مارس. حاضر. دي مره بتعمل دعايه العرض بتاعها للحفله بتاعتها. فاتمنى ان اكون قد المسؤوليه، لان زمايلي كلهم كانوا شغالين وتعبانين، وانا ركبت عليهم، انا اللي دلعت في الاخر. لكن في النهايه انا قدمت عرض مهم مع كل الزملاء. نتمنى النجاح دائما، وبليغ حمدي اتمنى انه يعيش سنين مش سيزون واحد يعني. بتشوف انك انت محظوظ انك انت قدمت بليغ حمدي من خلال عادل عبده؟ اكيد، من خلال قطاع الاستعراضي، لان كل المؤهلات الفنيه من اوركسترا، من راقصين، من حاجات متوفره لك مش متوفره في اي حد. عملت مسرح قبل كده كتير، واشتغلت النهارده مع الفنان دكتور عادل عبده. ايه المختلف؟ وشايف ان عادل عبده فنان استعراضي فاهم شغله قوي، فاهم حياته قوي، فاهم الشخصيه اللي بيعملها. اتمنى ان احنا نبقى في تواصل ونعمل عروض مع بعض. يعني اصر استاذ عبد الناصر اصر يقتحم الكواليس عشان هو عنده رساله عايز يوصلها للاستاذ بهاء فهمي، فهو بقى معايا موجود اهو. انت عايز اقول بس حاجه، عايز اقول حاجه بجد
لكل الناس المشاهدين اللي بيشوفونا. وانا عارف البرنامج ده رياضي ملوش بالفن، ولكن احنا بنقف قدام حالات مهمة جدا. انا مصمم ايوبح صوتي، وان شاء الله العرض هيتمد، ولانه ما ينفعك يبقى اقل من سنة او 6 شهور على الاقل يعني من وجهة نظري. ولكن زي ما مصر بتحارب الارهاب في سيناء، استطاع عادل عبده مع ايهاب فهمي ومروة ناجي ومجموعة النجوم المتألقين انهم يقدموا مسرح دولة محترم يليق بمصر وشرف لمصر. استاذ ايهاب، انت بتعمل عمل رائع وعمل محترم وانا بحييك عليه. ميرسي يا استاذ ناصر، شرف لينا ان احنا في البرنامج مع حضرتك واشرف حضرتك. اتفضل النهارده رساله من خلال كرة بلدنا للسيده وزيره الثقافه والرياضه. اقول للوزيره لك ان تفتخري بهذا العرض المحترم. يعني انا سعيد جدا كمان ان الاستاذ ايهاب فهمي هو رئيس المسرح الكوميدي او مدير المسرح الكوميدي. لما يكون عندك رجال زي دول مخلصين، الدوله بخير. ولابد القياده السياسيه تعلم جيدا ان وزاره الثقافه ومسرح الدوله بيؤدي دور مهم، ولكن ينقصه التسويق، لان التسويق ظالم الناس دي فيما تقدمه وما تؤديه. كلمه توجهها للاعلام المصري خلال توجيه العرض ده. اللي عايز يدور على الاحترام بعيدا عن الاسفاف، اللي عايز يقول في ايجابيات، اللي عايز يقول ان الثقافه المصريه بخير والمسرح المصري بخير، لو ان هذا العرض قضاء خاص كان كسر الدنيا على مستوى الوطن العربي بثلاثة تعريفة بفكر، وده اللي عمله عادل عبد وإيهاب فهمي والمجموعة. شكرا استاذ عبد الناصر، مفيش كلام احلى من كده. موجودين معاكم في كواليس سيره حب، قضينا ساعتين من الشجن والحب ومن الجمال. نلتقي ان شاء الله في يوم فني تاني وليس رياضي. موجودين في كل الاحداث في كل الكواليس مع نجوم الفن. شكرا. خالد حمد الله، مسرح البلوك.